صيام يوم عرفة بخصوصه، فهذا اليوم هو أفضل أيام السنة. وما رئى إبليس في يوم أشد منه كآبة في يوم عرفة، وذلك لكثرة من يرى من المغفور لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى فيغفر لعباده الواقفين بعرفة ويقول لملائكته: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا يمر على إبليس يوم في السنة هو فيه أشد كآبة من يوم عرفة، ولذلك هذا اليوم هو أفضل أيام السنة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة، فهو يكفر ذنوب سنتين. وقد اختلف فيما يكفره صيام يوم عرفة من السيئات، هل يدخل فيه الكبائر أو يختص بالصغائر؟ لكن الراجح أنه يشمل الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال يكفر ذنوب سنتين، وقال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. أيضا فإن ذلك مؤذن بأن يعيش الإنسان بعده، لأنه قال يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المستقبلة، فذلك يضمن له أن يعيش السنة المستقبلة إن شاء الله. وإن لم يعيش السنة المستقبلة كتب له أجرها كاملا، فيكون كمن صام رمضان فيها وقام وحج واعتمر وأدى كل الأعمال الصالحة في السنة. وهذا اليوم الواحد الذي يكفر ذنوب سنتين أمره عظيم، فلا يمكن أن يقال إن هذا اليوم صيامه مثل صيام سنتين، بل هو أعظم من ذلك، لأنه صيام مكفر ماح للسيئات.